أكد مسؤولون حكوميون أن الملتقى الحكومي 2016 يعد سابقة في تاريخ العمل الحكومي، ومن شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات الفضلى لجميع المواطنين. المسؤولون أكدوا في تصريحات لمركز الأخبار أن تواجد المسؤولين الحكوميين تحت سقف واحد سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي، ومن خلال تبادل الأفكار والآراء للخروج بتوصيات أو مبادرات تنعكس إجابة على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية. وأشاروا إلى أن الملتقى الحكومي الجديد من شأنه تعزيز دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته، بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر قد دعا خلال افتتاحه للملتقى الحكومي 2016 بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس، دعا المسؤولين التنفيذيين في الجهاز الحكومي إلى العمل على إرضاء المواطن أولا، فمؤشر نجاح أداء أي مسؤول في أي جهة حكومية خدمية هو رضا المواطن عن الخدمات الحكومية. كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى أمس أن حب التحدي وعشق الإنجاز هو الذي يؤطر الجهود نحو المزيد من التنمية والتطوير، مما يقاس نجاحه بتحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها، كما يوجه جلالة الملك المفدى. وجودنا جميعا في هذا الملتقى أعتقد أنها فرصة سانحة لعدة أمور. رقم واحد، أن ننظر إلى ما تحقق في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 منذ تدشينها منذ 8 سنوات، وكذلك استشراف ما يجب علينا أن نفعله في 14 سنة القادمة. الحقيقة أيضا أن هذا الملتقى بيضع نقاط كثيرة فوق الحروف بحيث أنها تكون موحدة للكل، الكل يكون على دراية بما هو مطلوب منه، الرؤية تكون واضحة جدا بالنسبة للذين يقومون بتنفيذها. الدور المناط أيضا بالحكومة في هذه المرحلة، وخاصة الذي يحتاج إلى نوع من التطوير سواء في تطوير الأداء سواء في تحوير دور الحكومة في هذا الأمر، أعتقد أنها فرصة سانحة للجميع أن يكونوا على نفس الخط في التعامل مع المستجدات التي تحدث في مملكة البحرين. منذ انطلاق هذه الرؤية 2008 استطعنا تحقيق الكثير في قطاع الثقافة. جاء افتتاح متحف قلعة البحرين أو لأول موقع يدرج في قائمة التراث الإنساني العالمي في 2008، وأيضا استطاع قطاع الثقافة أن يستقطب كبار الأسماء لرؤية متكاملة لمتاحف ومواقع لابد أن ندشنها وأن نعمل للترويج لها لكي تكون البحرين وجهة لسياحة ثقافية، منها مشروع متحف الفن الحديث للمعمارية الراحلة زهاء حديد، وهو مشروع ينتظر أن يتجسد على أرض الواقع. كذلك هناك مشروع طموح آخر هو متحف لموقع سار الأثري وهي مستوطنة يعود تاريخها إلى 5000 عام. في عقد مثل هذا الملتقى المتخصص وبحضور هذا الجمع المتنوع، يعني اليوم شاهدنا حضور واضح للسلطة التشريعية، هناك مشاركة لمؤسسات الدولة التي تعكف على عملية التخطيط مثل المجلس الأعلى للمرأة ومجلس التنمية الاقتصادية، شهدنا حضور كثيف لموظفي السلطة التنفيذية، فهذه يبين لنا بأن اليوم حكومة مملكة البحرين ترسل رسائل واضحة باتجاه إلى أن لابد من تعزيز العلاقة التشاركية مع حلفائها الاستراتيجيين ومع شركائها ومع من يعكف على التنفيذ، على اعتبار أن اليوم رؤية البحرين 2030 هي خطوط عريضة ولكنها تتطلب تكثيف الجهود ووضع استراتيجيات محددة وواضحة وبرامج عمل أيضا يعني بأولويات وبمؤشرات وبمتابعة. نهج جديد في عمل المنظومة الحكومية، تطلع إلى المستقبل، نتطلع إلى هذه المبادرة الخيرة الرائدة إلى مزيد من تطوير العمل في المنظومة الحكومية والارتقاء بالخدمات إلى المواطن
وإلى المقيم وإلى المستثمر. فرصة ذهبية لجميع منتسبي حكومة مملكة البحرين، فهي فرصة للالتقاء بسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد والتحاور في جميع الأمور المعنية بتطوير والاستراتيجية الوطنية وتطوير مملكة البحرين. طبعا جميع المتحدثين اليوم على رأسهم سمو ولي العهد ذكروا عملية تطوير التعليم وأهمية التعليم لبناء المستقبل، وهذا شيء يعني يضع بكثر ما يضع الفخر بأن الاهتمام من المعنيين في المملكة بهذا الملف الذي يعني المستقبل للجميع، كذلك هو في نفس الوقت يلقي علينا مسؤولية كبيرة.